فكرة حلمة معنا فهمني، كنا نتمناو السنتر هذايا معنا يواكب تطلعات العباد في الخدمات الصحية العصرية. بدات الاشغال بالشبكه الكهربائيه، لكن الشبكه الكهربائيه كان متهريه فهمني، ومن من من سنوات الستينات من القرن فهمني، وكنا كل صيف تسخن الخيوط وتوقع حرائق في السنتر هذا. بمجهودات معناها وطموحات النظر العام للمركز سي هشام الفارسي، ضغطنا شويه على الاداره باش حلت لنا المناقصه باش نعاودوا الشبكه الكهربائيه كامله فهمني. ومن ثم تحلت الشاهيه فهمني، الدورات الصحية معناها ولينا بدلناها خاطر ما يستجيبوش العصر متاعهم. وبعدين ثم ياسر حوايج وقعت معناها، نحينا دي كلوازون كانوا زايدين، وقعت انوفاسيون كاملة فهمتني. ولكن هذا راه مش كان المناقصات ولا الإدارة، راه حتى أولاد الحومة والعباد أصحاب الخير كل ساهموا. ثم اللي جابنا دهن بلاش، ثم اللي جابنا الخدمه بلاش، ثم حتى ولاد الحومه معناها اللي جاوا نظفوا هكاك معناها ويخرجوا الدم نتاع البني وفواض البني فهمتني. وخاطر هما كل هذا السنتر بالنسبه لهم هما قبلت من الناس كل، وهما يحبوا معناها خدمات صحيه في ظروف معناها مواكبه لعصرهم، معناها مش ما يدخل السنتر كانوش يدخل البني معناها باركه فهمتني كما نقولوا احنا. الوقت اللي جينا معناها بلوك سانيتير معناها تعب ياسر، دينا تعب المخلفات نتاع الضوء الجديد اللي خلاوها معناها بكل زاد كيف يزمو تصليح. وسيد المدير بعثنا قال يا اخويا نحب البلوك سانيتير، ريقلنا بلوك سانيتير. جاء سي هشام المسؤول اللي هو نتاع المستوصف، لمد شويه سلعه وخدمنا احنا شويه وعنا شويه وعملنا شويه الاداره شويه وخدمناها مع بعضنا، وصلنا ان شاء الله لدرجه باهيه ياسر، وحسنا تحسين كبير ياسر. انا تحسينا باش نكملوه معناها، وفي التالي بلادنا معناها ماهيش حاجه عملنا حاجه كبيره معناها. هو السنتر فيه 1000 متر مربع، من اكبر لي سنتر او الاكبر سنتر دي سانتي دو باز في تونس ومن في افريقيا. معناها 1000 متر مربع كبير ياسر. عندنا الوحده لتاهيل الاطفال، هما اطفال معناها ناقصين شويه معناها، والاخصائيين نتاعهم اللي مش لاو بهم البيروات نتاعهم بعاد، حتى المواطنين ما يعرفش وين مسؤول عن النطق، مسؤول الطبيب المسؤول عن الطب النفسي، معناها هي البيروات متفرقه. احنا حبينا نعملوا وحده كامله، البيروات يكونوا بحذا بعضهم. ديفيكولتي الوحيده هي احنا عندنا دو شيز دونتير مع الوحده، يلزمنا نخرجوا لي دو شيز دونتير نخليهم في العيادات الخارجيه باش ندخل نكملوا البيروات نتاع الاخصائيين النفسانيين يكونوا كلهم مع بعضهم فهمتني. هذا يطلب جهد معناها، يطلب بناء المقر نتاع دو شيز دونتير وتاهيل الزوز بيروات باش يقوموا بوظيفتهم. الاداره الحق عاونتنا، لكن هو معناها ما ثمش ماذا بينا معناها الجمعيات ولا اصحاب الخير، هي هما في التالي هما اولادنا هذوما اللي ناقصين هكا معناها فهمتني، ومش ناهلوهم
ماذا به معناها يتكاتفوا الناس الكل ويعاونونا، معناها في التالي هو كل مصلحة الجهة ومصلحة تونس. يظهرون معنا العباد هنا في المنطقة هذه معنا بحرصهم باش يكون المركز نتاعهم معنا عصري ومواكب العصر، وفهمني. ونشكر زاد المقاولين راهم خدموا معنا كما نقولوا بالبارتي اللي معنا تخصم، ولكن زادوا حتى من عندهم خاطر يقاول المنطقة ضعيفة شوية معنا ماديا وكل شيء، زادوا ياسر حوايج من عندهم معنا من غير ما كلهم يخدموا، ثم حوايج زادوا من عندهم هما، فهمني. وبارك الله فيهم، نشكر الناس كل، فهمني.